86 وبدأت العمل موظف. جيت هون قعدت سنتين موظف لسنة 82، وبعد سنة 82 اشتغلت بالنقل العام لسنة 99 ل 1999، وبعدين بعد السنين هذه لسنة 99 فتحنا مطعم في ليفل كومودور وبدأنا بالعمل، والحمد لله بفضل الله فتحنا أول مطعم فرع هذا، والفرع الثاني أخذنا براس الخيمي، وأخذنا فرع بمنطقة أبو شغارة هذيك كان اسمه فلافل مستر فلافل، اشتريناه واشتغلنا فيه أربع شهور وبعناه، لأنه رجعنا أخذنا محل براس الخيمي. فمن وقتها مطعم راس الخيمي، ورجعنا بعدين فتحنا فرع بالشارع اليرموك على وارسنس، كمان مطعم فلافل كومودور، والحمد لله بفضل الله والامور الحمد لله بالخير من الله. مطعم فلافل كومودور على ما اعرف انا، والحمد لله بفضل الله بفضل الله الاكل فيه من الفتات، من الفتات اللي هي الفتات والحمص والفول، الفتات بانواعها والحمص والفول والفلافل والمقالي، يعني اكله شعبيه ابي كلها، يعني الاكله للغني وللمتوسط وللفقير، وعباره عن اوبن بوفيه صح؟ نعم، عباره عن اكل مفتوح. لا هو الخضروات والمخلل مثل بالصاله نحن حاطينها للزبون، اهلا وسهلا فيه ياكل كما شاء الزبون، اهلا وسهلا فيه يعني، والسندويشات هو الزبون حسب ما بيطلب، يعني حسب ما بيطلب صحون، حسب ما بيطلب سندويشات، حسب ما بيطلب الاشياء هذه بنقدم له اياها، وهو بيطلب راحته على الكونتر عنده. الحمد لله بفضل الله ما واجهنا، يعني صار له المحل تقريبي 20 سنة تقريبا، ما واجهنا أي صعوبات بالمحل، لأنه الحمد لله بفضل الله الموظفين كلهم من جهة الموظفين، نحكي موظفين أقل موظف له سنتين ونص عندي، أكثر موظف له 20 سنة. ليش؟ لأنه كل معاملتنا مع الموظفين منيح، ومعاملة الموظفين مع الزبائن منيح، وخدمتهم للموظفين مع الزبائن منيحة وما بيقصروا الحمد لله. والشغلة الثانية إنه ما في عندك صعوبات بالأكل أو شيء تواجهي، لأنه كل شيء نحن ما بنحب نشتغل بالأكل إلا غير بشيء رقم واحد، باب أول، يعني فينا نقول باب أول رقم واحد، كمن الحمص ولا الفول ولا أي شيء من أنواع الأكل الموجود عندنا، إذا ما كان ما بندخلوا على المحل إذا ما كان رقم واحد. إحنا هلأ بإذن الله تعالى عنا الفرعين هولي، وإن شاء الله ناويين نفتح بدبي بإذن الله تعالى نفتح، وإن شاء الله يصير بكل الإمارات، يعني نفتح بكل الإمارات نفتح فروعها. أنا وأخوتي بس وصلنا وعملنا أسسنا وعملنا الحمد لله بفضل الله، وهذه برهان الانتاج والشغل والعمل الحمد لله بفضل الله. هو اللي بيشتغل يا ستي بالصح، وبيشتغل مضبوط، وبيشتغل بالنظافه، بيشتغل بالترتيب، وبيقدم الخدمه، لانه الانسان بده يطلع لقدام، يعني مش يفتح لشهر وشهرين، هو بده يفتح، وهذه مصلحه كرم اول شيء، مصلحه كرم طبعا، وبدك تحطي وبدك ياكل الزبون، يعني انت تكوني مبسوطه. انا من النوع اللي بحب انه الزبون لما بياكل سندويش او سندويشين او صحن حمص او صحن فته عندي على الكونتر، بنبسط لما بياكل بالجرجير والمخللات والزيتون وكل شيء، انا بنبسط بفرح، لانه ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا اكثر كمان طبعا. والحمد لله بلاك خير من فضل الله، وما ناقصنا شيء، فضل الله الحمد لله رب العالمين. والله الحمد لله، الله يديم الأمن والأمان على أهل البلد، لأنه هذه بلدنا الثاني. الله يطول بعمر الشيخ خليفي والشيخ محمد وشيوخ الإمارات كلها.
ويرحم الشيخ زايد ويرحم الشيوخ الإمارات، الله يحفظ البلد، لأنه أنا 38 سنة هذه بحسها بلدي الثاني، ما بحس بغربي بالبلد. أنا ما بحس بغربي بهذا البلد، لأنه هذه بلدي الثاني وأنا بدي أحافظ عليها أكثر من المواطن، لأنه أنا بلدي هذه بدي أعتبرها، وأنا عشت فيها وأولادي عشوا فيها وخلقوا فيها وربوا فيها. ما شاء الله. فأنا بحافظ عليها مثلي مثل أي مواطن، يعني ما فيش فرق.